صار الانفجار حسينا رجعنا كتير لورا، لأنه من بعد هذا النهار أنا كل مستقبلي تغير. صار الوضع أصعب، ارتفاع الدولار، قطع الكهرباء، في دايما جو قلق بالبلد، بالبيت، براسي. كل القصص اللي كنا نحلم فيها يمكن تتبخر بأي حادث، بأي لحظة ممكن هذا الشيء يصير. نحن هلأ كشباب، أو إذا بدي أحكي عن حالي، متحملين مسؤولية مشاكل أكبر مننا. كشخص طموح حابب يعمل برايت فيوتشر لقاله، هيدا الشيء كتير صعب عم بيكون. أنا عم ببقى محلي، يعني ما متخيل حالي عم بتطور بحياتي أو بتعليمي. اضطريت وقف جامعة لأكمل لأقدر أشتغل وجيب مصاري للبيت وساعد العائلة قد ما فينا. عم جرب أعمل ديفول ما، عم جرب أنسى، عم جرب أطلع من الوضع يلي نحن فيه، يلي هو عم بيخليني ضل يعني مثل ما بيقولوا staking me down. بفضل عبي وقتي، أعمل شيء، ضيع وقتي فيه، بركة أظهر، أشتغل. كل اللي فيني أعتمد عليه هو الوقت، وأعرف إنه مع الوقت أنا رح أرجع لهذا الأمل. مجرد ما أفكر إني أنا رح أوصل لمرحلة كتير بشعة، بحط راسي وبنام. بعد شوي بفيق، صرت أحسن. بارت مني أوقات I'm living in denial، إنه لا ما في شيء، everything is fine. بس إنه يعني ما فيني أعمل شيء. بعرف إنه الأمل يلي عندي ما لازم أقطعه، بس هذا الشيء تكفي لقدام، ما فيني أعمله لحالي من دون سبورت كل الشباب يلي من عمري. إنه من بعد كل شيء صار نحن بعدنا هون، ورح نضل هون، ورح نضل نجرب قد ما فينا نعطي أمل ليلي حابب إنه يبقى هون. بس شوف أشخاص من عمري قد إيه عم بيحاربوا لحتى يضلوا، وقد إيه عم بيحاربوا لحتى يعملوا التأثير الإيجابي، مع إنه ما في شيء إيجابي بحواليهم، هون بحس بالأمل. ما في دور إلا للشباب بهيدي المرحلة، لأنه هن الأساس، هن يلي بدهم يزرعوا الأمل لنحصد بكرة. إذا الشباب استلموا أكيد بصير لبنان أحلى، بيرجع مثل ما كانوا أحلى، بيرجع جنة، لأنه نحن هو المستقبل. الطالم كتير الظروف صعبة، بس بنهاية المطاف قادرين على فرص مقدر غير فيها على ظروف تغيير. يمكن أكتر شيء نحن عم بحاجة له هو an opportunity بالبلد، لحتى نبين قدي نحن talented، أو نبين قدي نحن قادرين نعطي لبلدنا. بعرف أني بقدر أخلق فرص نجاحي بحيالله محل، حتى بلبنان، حتى هون هلأ. ما فينا نقطع الأمل بشيء، لأنه being negative شيء كتير سيء. We should always be positive. We should always think for the future. حنضلنا نقطع بظروف صعبة، بس هون القوة إنه نعرف كيف نوقف على إجرينا، نعلي راسنا، نحط البلان تبعنا ونمشي عليه. الحياة بدها تكمل بالنهاية، فأكيد we will heal. بدها وقت، بس we will، وحنرجع أقوى من ما كنا.